انبثق من اتفاق سخيرات حكومة الوفاق الوطني. الحكومة هذه قدمت نفسها مرتين لمجلس النواب، ومجلس النواب طبعا باعتباره هو الجهة الشرعية اللي يعتمد في الحكومات ما منحش هذه الحكومة الثقة لمرتين متتاليتين. والمتعارف عليه لما رئيس حكومة يقدم حكومة مرة الأولى ترفض والثانية ترفض، الثالثة خلاص لا يكلف بتشكيل حكومة، المفروض يكلف شخص، البرلمان يكلف شخص. هذا ما حصلتش في حكومة السيد فايز. تعود لحكم الدولة والدولة تتبنى مشاريع، يعني الحمد لله الجيش بيشكل في وحدات، تعرف الشرطة دائما هي الطرف الثاني، ونحاز للمجتمع الدولي الحقيقة، وبدوا يعطوه الشرعية وشرعية من لا شرعية له، وبدوا يتصرفوا في أموال عائدات النفط. النفط يعني ثلاثة أرباع المنطقة الشرقية كلها عدا الغاز من المنطقة الغربية، والباقي المواني النفطية والحقول النفطية كلها في المنطقة الشرقية. تذهب هذه الأموال إلى مصرف ليبيا المركزي ويتم الصرف عليها للمجموعات اللي هو خارج على القانون، هذه والميليشيات. وحكومتنا طيلة السنوات الماضية طبعا نقترض من السيد الأستاذ علي الحبري اللي هو مصرف المركز البيضاء بالتعاون مع المصارف التجارية اللي موجودة في المنطقة الشرقية. ونقترض بنسبة فائدة 3%، وسيرنا الحكومة طيلة السنوات الخمسة الماضية بواقع إجمالي الاقتراض متاعنا ما بين 9.5 مليار إلى 10 مليار طيلة السنوات الماضية. منها الجزء الأكبر منها حوالي 6.4 مليار هو مرتبات، والباقي طبعا المصاريف الباب الثاني والباب الثالث والرابع. لومي على الأمم المتحدة، ولأول مرة تصير يعني هذه رسالة يجب أن يفهمها الأمين العام للأمم المتحدة والأمم المتحدة اللي تدعي بالديمقراطية. بالنسبة لنا نحن في ليبيا عن كذب وزور وبهتان، ما فيش ديمقراطية، يكذبوا على أنفسهم، لأن ما حدث في ليبيا هو ديكتاتورية بعينها. أنكم تنصبوا جسم لم يمنح البرلمان الشرعي الثقة وتفرضوا حكومة على الشعب الليبي، هذه قمة الديكتاتورية. الإرادة الوحيد للدولة الليبية هو النفط، كنا شركاء في النفط. الآن ولا سنت واحد من 2015 يخش للمنطقة الشرقية عدا 177 مليون دينار مرتبات. والأمم المتحدة بإمكانها إذا كانت صادقة، هاي الحسابات موجودة عندها، والكذب اللي يقولوا فيه احنا نصرفه على ليبيا كلها كذابين، اهو بدليل الأدوية احنا نشرو فيها. والصراع السياسي هذا يوم اليوم حينحل، ما نحلش اليوم حينحل بكرة، لكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعقل الجميع، لأن احنا جميعا خاسرين سواء نحن في غرب ليبيا أو في شرق ليبيا. أي قطر الدم تسقط من ليبي هي مأساة لنا جميعا، لأن مش فخرة احنا، لكن الوضع السياسي فرض على أن لازم التغيير يكون بالقوة، لأن الطرف الثاني متمسك بتوجهاته اللا منطقية. فهمت علي؟ يا أما نقعد احنا يا أخوان المسلمين نحكمه، يا أما لا. 100 مليون القادم حيكون أفضل بعون الله. ليبيا حتكون دولة وحتكون ديمقراطية وحيكون فيها تداول سلمي على السلطة زينا زي أي دولة في العالم. اللي عندنا من خيرات الحمد لله اللي في باطن الأرض أكثر من ظاهره.